بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال، لو انا عايز اليونت بتاعتي العملة تبقى مثلا بالجنيه المصري او بلاش بالجنيه، بالريال، تمام؟ طب انا محدد بالحاجات دي، طب ازاي اعدلها؟ مش هندخل في موضوع برمجة او اي حاجة خالص، هنشرح حاجة بسيطة. لو انا مثلا دلوقتي عندي في عنصر في التكلفة، ممكن مثلا الباب دوت هقول له edit family، عايز اضيف بارامتر جديد، تمام؟ هل في هنا بارامتر للفلوس للكوست؟ طيب تعال نشوف دوت، هقول له edit، هلاقي ان هو ده فعلا فيه الفلوس، فاقول له مثلا ده خليه مثلا 500، تمام؟ اوكي، طيب ماشي. طيب لو جيت انا هنا على العنصر دوت اللي هو التاج دوت، هقول له edit family، هقول له الليبل دوت خليه مش مديني ان انا احط فيه التكلفة. طيب تعال نرجع للباب، التكلفة ممكن ما تكونش موجودة لو هي حاجة خاصة بالبروجكت، فلازم اخليها شيرد برامتر. اجي هنا بلت ان برامتر، ده بلت ان. طيب خلينا نضيف برامتر جديد واقول له ان ده شيرد برامتر، واقول له سيلكت، واقول له اديت، واقول له ضيف لي واحد جديد، تمام؟ وده انا عايزه يبقى العملة، واقول له ده مثلا سي يو ار ار اي ان سي واي، وهقول له اوكي، وهضيفه للمشروع، وهقول له ده حسب الانستنس او الطيب، خلينا نشتري كل باب بسعر واحد، تمام؟ اهو. طيب اقول له اوكي، وهقول له لود انتو بروجكت، واضيفه للمشروع. دلوقتي بقى خلينا ندخل على التاج، اقول له اديت فاميلي، احدد الليبل دوت، وهقول له اديت، وهقول له ضيف لي سيلكت شيرد بارامتر، اوكي، والمارك انا مش عايزه دلوقتي، تمام؟ هقول له بقى هنا خليها مثلا ريال قطري او عمان ريال، على اساس يبقى اختصار عمر يعني، اوكي، واقول له لود انتو بروجكت، تمام؟ واقول له ضيفه للمشروع، ماشي. طيب كده كتب هو العملة اللي انا عايزها، سواء بقى جنيه، سواء ريال، سواء اي حاجة انا عايزها، وممكن تيجي في اي وقت تعدل الرقم، تمام؟ يعني تقول له مثلا ده مثلا الباب ده ب 300، تمام؟ الباب ده مثلا ب 200، تمام؟ الرسالة اللي جت بيقول لك ان التعديل دوت بتعدل بارامتر طيب، فهيتعدل في كل الابواب اللي هي واخده نفس الرقم، تمام؟ طيب بالمناسبه بقى، يو ان يوز ديجيتال جروب، يعني لو الرقم كبير يبدا كل فتره يروح حاطط كل ثلاثه يحط علامه صغيره كده، يعني شوف لما نستخدمه خلي بالك 1 2 3 4 مفيش اي فصل، لما تحطها تبقى ايه، 1 شرطه بوينت 1 2 3 4، وبعد كده دي تحدد ان دي الكسور، اوكي؟ بس كده.